طيب قبل بقى ما نطلع مع حضراتكم الى هذا الفاصل، تعالوا الاول نتعرف على مجموعه جديده من التمرينات الرياضيه اللي هيعلمها لنا كابتن حسام الفيل وهو مدرب اللياقه البدنيه بفرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. هنشوف التقرير ونطلع فاصل ونرجع عشان نبتدي بقى مع حضراتكم اولى فقراتنا الحواريه. اتفضل. صباح الخير عليكم، صباح كل نشاط، صباح كل حركه. فقرتنا اليوم عن تمارين عضلات البطن. كلنا بنحب نظهر شكل بطننا ونعمل شكل جمالي للبطن بتاعتنا، بس اهم حاجه التمرينات اللي احنا هنعملها النهارده الهدف منها هي هتقوي عضله البطن بتاعتك. عشان تظهر عضلات البطن بتاعتك ويبقى شكلها جميل، محتاج ان انت تمشي على نظام غذائي صحي بجانب تمرينات الكارديو وتمرينات المقاومه. هنبدا مع بعض دلوقتي التمارين، يلا بينا جاهزين. هبدا باول تمرين تو تاتشز، هرفع رجلي فوق خالص، هحاول اطلع بايديا المس مشط رجلي. لو مش هقدر اعمل نفس الوضع ده هنعمله رجليه متنيه. هبدا يلا مع بعض، هنعمل 12 عده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. مركز دايما على النفس بتاعي وانا بتحرك، ما اكتمش نفسي خالص اند ريست. بعد كده هندخل تمرين للعضلات الجانبيه، تمرين السايد بلانك. كوعي تحت كتفي، ظهري مفروض خالص، الهيب والشولدر على لاين واحد خالص وشدد البطن بتاعتي وظهري مفروض. احاول اثبت من 30 ل 40 ثانيه، لو ما قدرتش اثبت امشيها تدريجيا كل اسبوع ازود 10 ثواني اند ريست. بعد كده هناخد ريست. هناخد تمرين واحنا واقفين ستاندنج ري تو ايلبو كرانشز، ايديا ورا راسي، احاول المس كوعي بركبتي. هبدا مع بعض، هنعد 12 عده، يلا ستارت 1 2. دايما بشتغل بالراحه 2 3 4. النفس شغال برضو، ما كتمش النفس 5 6 7 8 9 10 اند ريست. هندخل تمرين كمان للعضلات السفليه واحنا نايمين على ظهرنا. هبدا اسحب ركبتي على جسمي، اتاكد ان ظهري كله مفرود 1. هعد برضو 12 عده 2 3 4 5 6 7 8 9 اند ريست. معانا تمرين كمان اخير وهو تمرين البلانك. هنزل، كوعي بيكون تحت كتفي، جسمي مفروض خالص، اتاكد ان انا شادد جسمي كله بعضلات البطن بتاعتي، محافظ على نفسي طول التمرين، ما كتمش النفس بتاعي. من التمارين المهمة خالص اللي بيشد الكور ماسلز كلها، أحاول أثبت لمدة 30 ثانية، لو قدرت أكتر من كده يكون كويس and rest. وبكده نكون خلصنا مجموعة من التمارين الهدف منها تقوية عضلة البطن، وأشوفكم في حلقات تانية إن شاء الله.